خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. وجي معادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف منها ازاي الفنانين بيتعاملوا مع الاكونتس بتاعتهم على السوشيال ميديا. السوشيال لاب النهارده عن الفنانه الجميله منى زكي اللي امتعتنا في دورها في مسلسل تحت الوصايا واللي كان عليه ردود افعال قويه جدا على السوشيال ميديا، وحاليا انتهت من تصوير فيلمها الجديد الجواهرجي واللي مقرر عرضه في عيد الاضحى وبيشاركها في بطولته الفنان محمد هنيدي، وده يعتبر كده اللقاء الاول بين هنيدي ومنى زكي بعد تقريبا 23 سنه من فيلمهم صعيدي في الجامعه الامريكيه. تعالوا نشوف منى زكي بتعمل ايه على السوشيال ميديا وايه اكتر ابلكيشن متفاعلة عليه. نبدأ من الانستجرام. بيتابع منى زكي 7,900,000 فولور وهي بتتابع 2,474، معظمهم طبعا من الوسط الفني وبلوجرز وطبعا كمان مصممين ازياء، اشهرهم زهير مراد واكونتس تانية مهتمة بالامومة والاطفال. طبعا احنا ملاحظين واكيد انتوا كمان ان منى زكي الفترة دي نشيطة جدا في اعمالها الفنية وحضورها للمهرجانات السينمائية، وبالتالي ده سبب واضح انها تكون متفاعلة بشكل كبير على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف تفاصيل صور الانستجرام عند منى زكي. منى زكي نشرت حوالي 491 صورة وفيديو، الصور كلها عبارة عن بوسترز لأعمالها ومشاهد لمسلسلاتها وأفلامها وكمان فوتو سيشنز ليها بلوكس متنوعة ومتميزة. صور منى زكي على أغلفة المجلات ليها نصيب كبير جدا على الأكاونت، فلقينا أنها نشرت أكتر من 30 صورة ضمن فوتو سيشن لمجلات عربية وعالمية وكمان صور ليها لبراندز خاصة بالبشرة، وكمان نشرت أكتر من 100 إطلالة في مناسبات مختلفة آخرهم تكريمها في حفل توزيع جوائز جوي أوردز. كسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف مصر، منى زكي مهتمة بقضايا الطفل والتنمر والتحرش، ولقينا أنها منزلة أكتر من 10 صور وفيديوز لتوعية بقضايا الطفل. أحمد حلمي ومنى زكي وعلاقتهم اللي كلها هزار وحب ودايما ليهم حضور جامد على السوشيال ميديا، وخصوصا الفيديوز اللي بينهم اللي دايما بتتصدر السوشيال ميديا، ودايما بيحرصوا ان هم يحضروا كل الفعاليات الفنيه سوا. منى زكي نشرت اكتر من 50 صوره وفيديو بتجمعها بحلمي وهي دايما بتشجعه وبتدعمه وبتدعم اعماله. دلوقتي احنا رايحين مبنى الامم المتحده علشان النهارده في اطلاق تقرير ليه علاقه بالتقرير العالمي تنميه الطفولة المبكرة. بالظبط. أول مرة نروح اليو إن وإحنا إكسايتد جدا. أول مرة نحضرها النهاردة وإن شاء الله يبقى حضور موفق كده وما يبقاش فيه أي إنجليزي كتير. هيبقى بس إنجليزي. أنا عارف. من الانستجرام نروح لتيك توك. بيتابع منى زكي 1,000,000 فولور وحققت 937,000 لايك وبتتابع 194 اكاونت على التيك توك، واخر فيديو نشرته اعلان مسلسل تحت الوصايه وحقق مشاهدات عاليه. جيتوا هنا قبل كده؟ لا اول مره. مش احنا اتفقنا ما نجيبش سر بابا مع اي حد خالص؟ جوز حضرتك فين؟ ليه؟ بتعمل اللي انت بتعمليه عشان عيالها تبقى بطل يا حنان. كفايه كلام حرق. من التيك توك نروح للتويتر. منى زكي ليها حضور كبير على تويتر وعشان كده هنلاقي 3,200,000 فولور بيتابعوها على تويتر وهي بتتابع 252، ونشرت لحد دلوقتي اكتر من 1,761 تويت. وبكده نكون خلصنا السوشيال لاب وعرفنا منى زكي بتتفاعل قد ايه على السوشيال ميديا.